المورد السادس لنأخذ صورة عن سبب وبداية التحرك المغولي التتري نحو البلاد الإسلامية من خلال ما كتبه ابن كثير في البداية والنهاية. الآن ماذا قال ابن كثير عن تحرك التتار؟ إذن في البداية والنهاية الجزء الثالث عشر يبدأ في صفحة 82. قال ابن كثير: ثم دخلت سنة 616 هجري ظهور جنغس خان وعبور التتار نهر جيحون، وفيها أي في سنة 616 هجري، وفيها عبرت التتار نهر جيحون صحبة ملكهم جنغس خان من بلادهم، وكانوا يسكنون جبال طمغاج. التفت جيدا، الكلام عن جنغس خان هو جد هولاكو، حتى تكون الصورة واضحة عندكم. يعني عندما ننتقل نحن من جنغس خان إلى هولاكو، يعني قد مررنا بسنين طويلة حتى وصلنا إلى هولاكو، ونحن نذكر عادة عندما نقتبس نذكر السنة التي وقع فيها الحدث أو الأحداث. وفيها عبرت التتار نهر جيحون صحبة ملكهم جنغس خان من بلادهم، وكانوا يسكنون جبال طمغاج من أرض الصين. إذن أين كانوا؟ كانوا في الصين. ولغتهم مخالفة للغة سائر التتار، وهم من أشجعهم وأصبرهم على القتال، وهم من أشجعهم وأصبرهم على القتال. وسبب دخولهم، يقول ما هو سبب دخولهم نهر جيحون؟ وسبب دخولهم نهر جيحون أن جنغس خان بعث تجارا له ومعهم أموال كثيرة إلى بلاد خوارزم شاه يبتدعون له ثيابا للكسوة، فكتب نائبها إلى خوارزم يذكر له ما معهم من كثرة الأموال، فأرسل إليه. ماذا قال له؟ لاحظ نفس الكلام الآن، نفس ما جرى هناك يجري هنا، ويقول من أين الإرهاب ومن أين القتل ومن أين التقتيل. لاحظ الآن يأتي بعض الصحفيين، بعض الأخصائيين، بعض الأشخاص في منظمات الإغاثة الإنسانية، بعد أن انقطعت السبل بالمهجرين والمهاجرين والنازحين والمظلومين المسلمين من السنة والشيعة، يأتي الصليبي، يأتي المغولي، يأتي الإلحادي، يأتي الوثني، يأتي اليهودي، يقدم المساعدة لهؤلاء المساكين. حركه ضميره، حركه دينه الذي يعتقد به، فجاء هذا الإنسان، حركته المهنة التي هو يعمل بها، فجاء هذا الإنسان لتقديم المساعدة. ماذا يفعل به؟ يختطف ويقتل. هل يوجد جريمة أقبح من هذه الجريمة؟ لاحظ، هذه جريمة لها أصل، لها تأصيل، لها أصول، لها تشريع مشرعا من أئمة التيمية، من ابن تيمية، من أئمة المارقة. كل الحلول العسكرية فاشلة، يقطع قرن للمارقة وتخرج قرون عليكم، يخرجون لكم من بيوتكم، من تحت بيوتكم، إذا لم تستأصل هذه الغدة فكريا وعقائديا ومن أساسها ومن تأصيلاتها ومن جذورها تستأصل. لا تتم أي معالجة عسكرية إذا لم تدعم وتقرن بالمعالجة الفكرية العقدية. التفت جيدا، تجار أتوا إلى بلاد مسلمين، الله أكبر، لكن الغدر والسرقة وحب المال والجريمة والإرهاب مترسخ معشعش مستحكم فيهم وفي عقولهم وفي أنفسهم وفي سلوكهم. يقول: وسبب دخولهم نهر جيحون، لاحظ من أين أتى البلاء على المسلمين؟ بسبب هذه الحادثة. يقول: وسبب دخولهم نهر جيحون أن جنغس خان بعث تجارا له ومعهم أموال كثيرة إلى بلاد خوارزم شاه، إلى بلاد خوارزم شاه يبتضعون له ثيابا للكسوة إلي هولاكو، فكتب نائبها إلى خوارزم يذكر له ما معهم من كثرة الأموال، فأرسل إليه بأن يقتلهم ويأخذ ما معهم. سراق خونة أهل غدر
كالدواعش في هذا الزمان، كالمارقة في هذا الزمان، فأرسل إليهم بأن يقتلهم ويأخذ ما معهم ففعل ذلك. أقول أنه مكر وغدر، وهو نفس ما تفعله عصابات داعش المارقة الآن في اختطاف الناس الأبرياء من هذه الطائفة أو تلك أو هذه القومية أو تلك أو هذه الديانة أو تلك، وتسرق وتسلب ما عندهم فتقتلهم أو تطالب بفدية عنهم، وكذلك يفعلون بموظفي إغاثات إنسانية أو بإعلاميين وغيرهم. فأفعالهم لها أصل وتأصيل ومنهج، ومنهج ابن تيمي وابن تيمية متجذر، ومنهج أبناء تيمية متجذر. وهل اكتفى خوارزم بما فعل؟